نطلبوا شي جمعيات اسيدي ولا المحسنين ينقضوا هاد الدريه ويشوفوا من حالها وراه شهر هذا وبغيتهم يعتنيوا بها، راه ما عندها لا حنين لا رحيم وما عندها فين السكن وبغيتهم يعتنيوا بها الجمعيات الله يجازيهم بخير. المشكل ما عرفتش المشكل ديالها، المشكل ديالها كانت بخير غيزلان ما كانش مسطيه هكا، غيزلان دابا 4 سنين في السطات كانت بخير، كانت تتلبس، كانت تجي عندنا تتلعب معنا تضحك فهمتي، عاقله على الدار، ملي تسطات بقات عاقله على الدار بقات تجي هي فاش شتها ناضت ولا تدخل وتخرج قلت لهم لا غيزلان تسطات، قالوا يلا قلت لهم غيزلان تسطات، بقيت ولا تتنعس في الزنقه ولا تتنعس في هذا الشارع كارج النعناع، من كارج النعناع 4 سنين دابا وهي تتنعس تما فهمت، ومني شديتها شديتها 15 يوم تكرتو على شي وحدين تما قالوا لي غيزلان ضربوها الوجه هو بنيت وجهها مضروب، عاد مشيت تنجري مع الجوج الليل وجبتها، مني جبتها قلت لها غيزلان دخلي معايا الدار ما بغاش ما تتغوت، قلت لها صافي خرج لها سداري ما نطاق خليتها تنعس هنا على خاطرها، صافي تنخرج لها الماكله تنهضر معاها تتبقى تهضر معايا تتقول الله يخلصهم الله يخلصهم، خرجوا عليا حملوني حملوني تكرفسوا عليا، هاد الهضره اللي كاين شي هضره اخرى ما كايناش، والله يجازيكم بخير المحسنين وشي جمعيات الله يجازيكم بخير، يا درب كبير زقة سعود دار السق الله يجازيكم بخير، وانا بغيتكم تنقضوا هاد الدريه الله يجازيكم بخير. السلام عليكم، اليوم تنعيشوا واحد الحاله انسانيه جد صعيبه تنشاهدوها الان، واحد السيده اغتصبوها، اش غادي نقول لكم، الكلاب الضاله كلاب ضاله اغتصبوا هاد السيده، هاد السيده تتعاني مرض نفساني، كيفاش هاد الناس اللي جاو تكرفسوا على هاد السيده تكرفسوا عليها، اسمحوا لي الحدث الكمامه، كيفاش تكرفسوا عليها، حشومه عليهم وعيب، اش هاد الانسانيه، اش هاد جات الشيء حشومه وعيب، وفي الشهر الاخير ديالها تنشاهدوها الان ومع الشا ومع البرد، وهاد اليومين تتوجع تتبغي تولد، دابا هاد السيده العار ديالها على من؟ فيلكم هذوك الجمعيات اللي كنتو تتفضحونا في اليوتيوب وداك الشيء وتدافعوا على واحد الحاجه لاباس عليهم هذوك قاعدين بشغلهم، هاد السيده ما عندها والو، ما عندها لا فيلا، ما عندها لا بارتمون، ما عندها حتى شي حاجه، باش غادا تدافع على نفسها النفس ديالها؟ فيلكم؟ فيلكم هذوك الجمعيات اللي تتبقاو تبلبلوا علينا؟ رانا عينا، فيكم ايها البرلمانيين حادقين في السكرواتي تفرقوا على عباد الله، ها السكرواتي، ها السكرواتي جيو نقضوا هاد السيدة، جيو نقضوها من هاد التشرد، هاد السيدة راه كاتبع عقلها، خاصة السيدة عاد تعالج ورجع لها العقل ديالها وتولد، دابا حنا هاد السيدة لو ولدت لينا شكون غادي يربيه؟ لو ولدت لينا هنايا في هاد الشارع في هاد الزنقة شكون غادي يربي لينا هذاك الولد؟ فين هما دوك الجمعيات اللي خاصكم تضامنوا مع هاد السيدة؟ خاصكم ها فين تبانوا؟ ها فين تفرقوا السكر والزيت اللي تتفرقوا مع 11 ديال الليل؟ ها فين خاصكم تجوا تنقضوا هاد السيدة؟ أما واحد النداء تنوجهوا لهذوك الناس اللي تتكرفسوا على البنات، هذوك الكلاب الضالة، هذوك المجرمين، حشومة عليكم وعيب، حشومة عليكم. دابا نتوما درتو جوج جريمات، جريمات وحده مختله مسكينه عقليا وجريمه ثانيه حملتوها، وشنو المصير ديال هذاك الابن؟ راه البنت اللي عندها شنو المصير ديالها؟ وتنتمنى النداء ديالي يوصل لهذوك الجمعيات والمسؤولين على هذه المنطقه يجيو ينقذوها، والسلام عليكم.